السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، معكم أخوكم مصطفى. إزيكم؟ وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة، قبل ما نبدأ موضوع فيديو النهاردة أرجوك أعمل لايك واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان تشوف بقية فيديوهاتنا. موضوع فيديو النهاردة هنتكلم عن الحمام اللحم. فيه أسئلة كتير بتتسأل، الحمام اللحم البيور والحمام البزراميت زي ما بيقولوا، وايه سعر الزغاليل وايه سعر الحمام الكبير وايه سعر الشباب. اولا هقول لحضرتك حاجة، هو الحمام اللحم ما عادش حكر على حد معين زي ما كان في الاول. الحمام اللحم دلوقتي بقى متوفر وموجود عند ناس كتير، تمام؟ يبقى انا بقول لك كده مبدئيا عشان ما تقولش ان انا بعمل بقول ان انا عندي حاجة اللي مش موجودة عند حد والكلام اللي الناس بتقوله ده. لا، الحمام اللحم بقى موجود عند ناس كتير، وهقول لك ليه. هقول لك ليه هو بقى الحمام اللحم بقى موجود عند ناس كتير ليه؟ لان الناس اللي كان عندها اللحم السلالة الاصلية فعلا باعت، والناس اللي باعت دي باعت كميات كبيرة جدا، وكانت بتبيع باسعار عالية جدا في البداية. طبعا باعهم، اللي كان عنده جوز شباب كان بيبيعه ب600، وباعهم بعد كده ب500، وبعدين بقى بينزلوا الاسعار شوية بشوية. كل ما الحمامة بتنتشر كل ما سعرها بيقل، وده اللي احنا قلناه قبل كده، تمام؟ طيب الاختلاف في الاسعار، طبعا الناس اللي هي المشهورة قوي ان هي بتربي بدأت في الحمام اللحم من بدري وعملت اسم في الحمام اللحم من بدري، الناس دي لسه بتبيع بسعر غالي، والناس اللي مش معروفة قوي فبتبيع بسعر حنين شوية. لكن مش معنى ان هم بيبيعوا بسعر حنين شوية ان احنا نقول على حمامهم ان هو بزراميت، لا، اتأكد من الحمامة. اهم حاجة في الحمامة اللحم يا جماعة ان هي بتلحم العيش في العيش، تمام؟ طيب احنا كمان، انا معايا الميزان كمان اهو، تنسيت اقول لكم الميزان علشان برضو هنشوف ايه وزن الجوز الزغاليل قد ايه. على فكرة يا جماعة، الحمام ده الزغاليل دي زغاليل عمر 20 يوم، 21، 22 يوم، هم 3 جواز اهم، وهوريك برضو وزنهم. والله انا مزققتهم حباية ذرة واحدة، هم تأكيل الاهالي عشان ما حدش يقول انت عامل مأكلهم قبل ما توزنهم، هم بتأكيل الاهالي، ولسه عليهم مثلا على الاقل اسبوع قبل ما يتفطموا اقل شيء. طيب طيب انت عايز تشتري حمام لحم، هتبدا تربي حمام جديد، ما عندكش ثقه في حد، احنا قلنا الكلام ده قبل كده، انت ما عندكش ثقه في حد، ما تعرفنيش، ما تعرفش فلان، ما جربتش تتعامل مع ده او مع ده، عايز تبدا تجيب وليكن 3 جواز زي دول، تمام؟ هقول لك على حاجه كويسه قوي تعملها، هات من مني جوز، هات من التاني جوز، هات من كل واحد جوز وجرب السلاله ده، بس اعرف ده من ده، ولما ينتج عندك الحمام اعرف الحمام ده بتاع مين، ولو تكون معلمهم بعلامة مرقمهم برقم هتعرف الحمام ده سلالة مين، ومن سلالته بتنتج او بتلحم اسرع من التانية، تمام؟ وبرضو بيرجع لرعايتك في الحمام. في كمان اللي بيبيع بسعر قليل، يا جماعة اللي بيبيع بسعر قليل هو حر، محدش يقول له انت بتبيع حمام بزراميت، ممكن يكون هو محتاج عشان يأكل حمامه، وممكن يحتاج علشان يأكل بيته، هو حر، محدش عارف ظروف الناس ايه. مش واحد نلاقيه عارض مجموعة حمام او زغاليل على الفيسبوك يطلع له واحد من اللي هم المربين الكبار او المشهورين في الموضوع يقول له انت بتربي حمام بزراميت. يا عم مالكش دعوة، هو مش بيربي حمام بزراميت ولا حاجة. انا عارف انت هتقول انه انت خايف على الناس اللي هي بتشتري، لا، ما هو ممكن يكون شاري منك، وانا واحد من اللي هم شاريين منك برضو، انت وزبعت الناس كتير وما انتش فاكر انت بايع لمين، ودي السلالة بتاعتك. فما تشوف الحمام بتاعي او الزغيل بتاعي مفروض ان انت تشجعني، ما تقوليش ان انت حمامك بزراميت. انا مش بتكلم عن نفسي، هو الموقف حصل مع حد تاني، لكن هو ده اللي حصل معايا او مع حد تاني، ده اللي حصل. فهو ما شاف ان الراجل بيبيع ازاي، هو هيبيع وهو هيوقف حاله او هيبيع بسعر اقل من اللي هو بيبيع بيه، فقال له الحمام البزراميت ملأ السوق والكلام اللي ملوش لازمة ده.
طيب برضو زي ما قلنا اللي بيقول الحمام بزراميط علشان يحبط اللي هو اصلا طلع بدأ انتاج وبدأ يبيع، برضو فيه زبون برضو داخل يقول لك ايه انا عايز زغليل لحم للذبيح هتبحها، ويقول لك انا عايز وزنها مش عارف يحدد الوزن، وكمان بيحدد السعر يقول لك السعر ما يزيدش عن 80 ل 100 جنيه، ويقول لك بشرط ان ما يكونش فيه زفارة، بشرط ان ما يكونش فيه ريشة كده ولا ريشة كده. طيب انت عايز حمام ذبيح ولا انت عايزه حمام تربية؟ يبقى انت كده عايزه حمام مواصفات، ده انت طالب حمام للتصدير مش طالب حمام للذبيح، يعني يخلي الكلام معقول برضو. انت عايز حمام للذبيح ما تشترطش بقى ان انت، وعايز بالسعر اللي انت عايزه ما تشترطش بقى ان يكون فيها زفارة ما فيهاش زفارة. انا اعرف اللي هو بيدور على الذبيح يدور على وزن تقيل وخلاص، بس ملوش دعوة بقى لا بلون ريشة ولا بزفارة رجلين، الا اذا كان بقى اخد طالب سلالة بقى هيربيها وبيضحك على الناس ان هو هتبقى حمام الذبيح، افتكر هو كده يعني. لا والغرابة في دي ان هو كمان اللي محدد السعر، يعني هو مش بيطلع يقول انا عايز بس، لا هو كمان اللي محدد السعر ومحدد الوزن اللي هو عايزه. في الحقيقة هو فعلا الحمام اللحم انتشر فعلا وبقى موجود في مصر كتير، لكن لسه مش الانتشار اللي هو يخلي سعره بسعر حمام الذبيح. ازاي يعني؟ طيب هقول لك ازاي. انت لما تلاقي الحمام اللحم بقى موجود عند بتاع الفراخ وبيذبح منه مكان الحمام البلدي، نقول في الوقت ده ان هو انتشر وبقى بسعر الحمام البلدي، لكن هو مش هيوصل لسعر الحمام البلدي طبعا بأي شكل من الاشكال، وهقول لك ليه. لان هي الحمامة حجمها اكبر، يمكن حجمها ضعف الحمامة البلدي، مش هقول لك مش مبالغة، هنشوف برضو دلوقتي على الميزان. وزي ما قلت لك والله ما اكلت الحمام ده من الزغاليل دي من يوم ما فاست حباية بايدي، كلها تأكيل اهاليهم في الحالة دي بس. اما دلوقتي ما زال لسه الناس بتجري ورا الحمامة وعايزة تربيها. هتربيها، هقول لك انت مش هتخسر حاجة حتى لو انت اشتريته دلوقتي غالي. احنا اشترينا غالي قوي، احنا في البداية اشترينا غالي قوي زي ما قلت لحضرتك، جوز شباب ب 500 و600، ولو عزت من حد انت طبعا هو كان بيطلع فيهم شباب، اللي على فكرة يا جماعة الشباب مش مضمون، يعني اللي يقول لك اشتريت شباب ان انت اشتريتهم ذكر وانت، لا تشتريهم شباب يطلعهم فيهم ذكورة او يطلعوا كلهم ذكورة معظمهم. تحتاج منه نتاية تقول له انا محتاج نتاية، يقول لك لا للأسف ما عنديش نتاية، لو عايز ذكر اجيب لك. في الذكورة اكتر في الحمام اللحم وفي كل الحمام، ده حاجة معروفة عند الناس اللي مربيين، فمش هيعطيك نتاية في البداية طبعا. اول ما بدأت ان انا غويت الحمام اللحم وحبيت ان اشتري حمام لحم، بدأت ابص للناس اللي هي المشهورين في الحمام اللحم واشتري منهم. زي ما قلت لك اتنصب عليا كتير من الفيسبوك، جالي حمام ميت والله ودفعت حقه، اقسم بالله ان انا حتى ما رضيت ان انا احمل الراجل، مات في الشحن خلاص اتحملت حقه، كانوا جوزين حمام، شهدت ابو مريم، كانوا جوزين زغليل، شهدت ابو مريم التونسي على الواقعة واللي حصلت. لكان الراجل مفتح في الكرتونة اللي هي مشحون فيها الجوزين اللحم الزغليل، ما كانوا ما شاء الله حجم وصحة كويسين، لكن هو مفتح لهم بالقلم الجاف كده حاجة خرام رفيعة، فالحمام مات في الشحن. فبصراحة بعد ما خصمت من الراجل فلوس الحمام رجعت بعدها قلت لا انا هديله حقهم، هو يمكن ملوش ذنب لما ابو مريم قال ان انت تشيل انت وهو في الحمام، فانا قلت لا اديله حقهم كلهم بناقص. فدي حاجة من الحاجات، فاحنا تعبنا على بال ما كوننا السلالة دي، تعبنا فعلا، فعشان محدش يجي يقول، وعلى بال برضو ما جالنا حمام اللي بيقولوا عليه حمام بزرميت وجالنا حمام عيان والحاجات كتير. فالحاجات دي يمكن انا عملت عليها فيديوهات قبل كده، هسيب لك الروابط بتاعتها بتاع اللي اتنصب عليها في الحمام والحمام اللي مات، هسيب لك الروابط بتاعة الفيديوهات دي في وصف الفيديو تحت ان شاء الله. فانا بقول للراجل اللي هو دايما كل ما يلاقي حد عارض جوزين زغليل او جوزين حمام يبيعهم يطلع يهاجم ويقول لك حمام بزراميط ومش حمام بزراميط، هو ناسي هو باع لنص مصر الحمام بتاعه ده، ونص مصر بقى عندها السلالة بتاعته دي. فإن كان هو حمام بزراميط فهي سلالتك انت اللي نشرتها في مصر،
وهي سلالتك، تمام؟ ويعني احنا ما احناش بعيد على بعض، يعني انا شاري الحمام ده، بعدين احنا اشترينا منك زي ما قلت قبل كده ب 500 وب 600، وكنت بتبيع الزغاليل ب 300 جنيه، ولما رخصت السعر خالص كنت بتبيعه ب 200 جنيه بعد كده لما رخصت السعر، وما زلت يمكن بتبيع ب 200، او يمكن احيانا لما يجي لك زبون كده ونفسه في الحمامه وانت تعرف ان هو نفسه، فبتقوم تقول له اصل ده بيور وده مش بيور، وتبيعه له ب 250 جنيه. طيب دلوقتي هقول لحضرتك على حاجه، هي الحمامه اللحم دي حمامه زينه ولا حمامه ذبيح؟ حمامه ايه؟ هي اساسا الحمامه دي حمامه للذبيح وللحم، معموله ليه او اتهجنت؟ هي حمامه مهجنه، شركه فرنسيه مهجناها سمتها الحمام اللحم، لان هي الاسم له او احنا اللي سميناه كده، لان هي بتلحم العيش في العيش زي ما احنا بنقول، وهي فعلا بتلحم العيش في العيش. طب بتلحم العيش في العيش بعد قد ايه؟ هقول لحضرتك من تجربتي والسلاله اللي عندي، مش هنتكلم عن اللي عند حد، من 12 يوم الى 20 يوم. وانا عملت فيديوهات قبل كده وقلت لك ازاي تخلي الحمام يلحم على 12 يوم ل 20 يوم، برضو بالاهتمام، مش ان انت ما تأكلوش او تأكلوا صنف واحد، في حاجات كتير تخلي الحمامة ان هي تلحم، او الحمام اللي هو العادي ان هو يلحم، لكن هو الحمام اللحم فعلا فعلا بيلحم من 12 يوم ل 20 يوم، اكتر من كده اشك يعني. طيب انا دلوقتي ببيع الحمام ازاي؟ شوف يا سيدي، هنقول كده مش هنخبي حاجة، احنا بنبيع الزغاليل دلوقتي، او مش في العمر ده لسه، دول عليهم مثلا اسبوع او على الاقل يعني اما يبقى عمرهم 30 يوم، فبنبيعهم زغاليل معتمدة تماما على نفسها، زغاليل معتمدة يا جماعة زي ما قلت لك عمر 30 يوم ب 150 جنيه. شوف حضرتك دول، ده الثلاث جواز دول من عمر نقول ايه 20 يوم و21 و22 يوم، هم عمار متقاربه كلهم يعني نقول كلهم عمر واحد، فهنشوفهم برضو على الميزان، الناس اللي عايزه نفسها تربيها ان هي تذبح منه، وهو ده الاصل في النهايه، في النهايه لما هتنتشر هتكون لنا هناكل من الحمام اللحم، لكن احنا في البدايه بنعمل السلاله اللي تنتشر في مصر اول، ويكون عند كل الناس، ما يكونش حد نفسه يربي حمامه لحم. ده يا جماعه ان شاء الله ان شاء الله انا بقول لك هيحل محل الحمام البلدي، لان الحمامه البلدي دي بتاكل ودي بتاكل، هي دي تاكل شويه بزياده، لكن هي اللي خلاها تنتشر ايه؟ ان هي سريعه الانتاج، ان هي سريعه الانتاج، وهتنتشر اكتر كمان وسعرها هيقل، مش هقول لك لا سعرها هيقل كمان. فانت لما هتشتري الجوز ب 150 جنيه زغاليل دلوقتي حاليا، لو انت حتى اشتريت 6 جواز 7 جواز، اشتريت لك ب 1000 جنيه زغاليل، هيعملوا عندك اكتفاء ذاتي في البيت، مش هتحتاج تشتري زغاليل تاني من بره، هتاكل منهم وهتكون مبسوط جدا جدا بال 1000 جنيه دول. مش كتير على فكره، مش كتير، احنا كنا بنشتري بهم جوزين في البدايه زي ما قلت لك، فانت لو عبيت هتشتري لك 7 جواز ب 1000 جنيه او 6 جواز مثلا، فمش مشكله يعني. يبقى زي ما انا قلت بنبيع الشباب الزغاليل في البدايه اول ب 150، شباب من 200 250، لو على وش شغل ب 300 جنيه، على وش شغل، على وش شغل يعني، خدها يمكن تبيض عندك في 10 ايام او انت ونصيبك يعني، تمام؟ اللي هم واخدين بعض وخلاص هيبيضوا. اغلى حاجه في الشباب اللي اقول لك عن نفسي ب 300 جنيه، يبقى الشباب من 200 250 300 جنيه، تمام؟ الزغاليل اللي هي عمر شهر معتمده على نفسها ب 150 جنيه، الكلام صريح جدا جدا جدا، واللي هيجي انا مش بعمل فيديو بيع، اللي هيجي يجي يستلم بنفسه، واللي شاكك في السلاله اللي هياخد حاجه ويجي يقول لي مش بتاعتي في خلال اسبوع يرجعها لي، انا ما عنديش ادنى مشكلة، ناخدها منه عادي ما فيش ادنى مشكلة، وياخد فلوسه ونروح كمان ناخد من عنده الحمام وندله فلوسه لغاية عنده. طيب وزن الحمام او الزغليل اللحم بيوصل لكام؟ اللي يقول لك ايه وزن الحمام او الزغليل اللحم قد ايه؟ هقول لك وزن الزغليل اللحم قد ايه، وبرضه هنشوفها على الميزان.
لو سألت اللي هم الناس كبار مربيين الحمام اللحم أو أشهر ناس مربيين الحمام اللحم في مصر، هيقول لك إن هو أزيد من، خد بالك من الحتة دي، أزيد من الحمام الزاجل بشوية. خلاص، يبقى مش هي الحمامة، مش هي أتقل حمامة في مصر، في أتقل منها. تمام، يبقى هي زيادة عن إيه؟ الزغاليل، وزن الزغاليل الزاجل شوية. طيب في أتقل منها؟ أيوة في أتقل منها، في عندك الحمام الرومي، في الروماني، في حاجات تانية أتقل منها. تمام، فأنت لو عايز تربي لحم، بس هي ميزة اللحم كمان غير إن هي وزنها مش وحش، هنشوف دلوقتي مع بعض، كويس جدا جدا زي ما قلت لك، يعني ممكن الزغلول بزغلولين من البلدي. تمام، لكن هو مش أتقل حاجة، زائد ان هو بيلحم العش في العش من 12 يوم، يعني مثلا نقول كل شهر ونص هتاخد عش. حلو قوي، باذن الله، ده كله باذن الله، احنا ما بنقولش حاجه، كله باذن الله وبفضل الله، وده رزق. ممكن يكون عندك مشكله، الحمام تعبان، فيه اي حاجه، لا مش هيشتغل، لو الحمام تعبان مش هيشتغل ويلحم زي ما قلنا كده. طيب نشغل الميزان ونشوف الميزان اهو، نفتح الميزان ونظبطه على الصفر. تمام، على الصفر اهو، وهنجيب اي جوز اهو يا جماعة، ده جوز زغليل اهو على الميزان، قال اهو نص كيلو زغلول، وفي اكتر يمكن. بسم الله ما شاء الله، الزغلول ده لسه يا جماعة قلت لك عمره 21 أو 20 يوم كده، يعني قول عمره 3 أسابيع. تمام، ده جوز قدامك على الميزان، هنشيل، مش هنفصل الفيديو ولا حاجة، مش هنقطع الفيديو، هو بدون مونتاج اهو. هنشوف التانيين دول غيرهم اهو، كلهم تقريبا اعمار واحدة اهو، احنا شفنا اللي فاتهم معديين الكيلو، دول يعني ناقصين 50 جرام، يمكن دول عمرهم اصغر شوية. تمام اهو، لسه هيزيدوا ان شاء الله، يعني ممكن يوصل الجوز الزغليل لكيلو و200 جرام كده. يعني نشوف جوز تاني، اخر واحد، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، ده الزغلول، نجيب الزغلول اخوه، معلش هو انا اللي بصور لوحدي اهو، لو جبناهم مع بعض التلاتة هتلاقيهم 3 كيلو يعني. وما تنساش ان انا ما اكلتهمش حباية، لو انا عايز اتقلهم اكتر انا سايبهم علشان تعرف ايه الطبيعي، انا سايبهم لوحدهم علشان تعرف الطبيعي، لو انا عايز اتقلهم اكتر هاكلهم اللي هي الخلطة اللي انت عارفها اللي بالعلف، هتقل جدا لو انت هتذبح، لكن احنا عشان هنبيعهم للتربية فمش عايزين نسمنهم يعني. هم 3 زغاليل و4 زغاليل اهو، زي ما قلت لك يعني في الوزن اللي هو عمر 21 يوم، هم 6 زغاليل يدخلهم في 3 كيلو. طبعا هم مش واقفين على الميزان فبيسندهم، زي ما قلنا يعني الجوز الزغاليل كيلو في كيلو، نقول كيلو في عمر 21 يوم، ممتاز جدا جدا جدا. وعلى فكرة يا جماعة اللي هي الزغاليل دي ممكن تتذبح في العمر ده، وممكن تستنى عليها اسبوع، يعني شوف من عمر 21 يوم او ممكن يتذبح، لكن لو استنيت عليهم شوية كمان افضل، هيزيدهم في الحجم وينشفوا شوية، لان هو دلوقتي يبقى الزغلول شايل دهون كتير. اللي عنده اي اسئلة او استفسارات او في حاجة اكون نسيت انا اقولها او في اي حاجة، اكتب لي تعليق، وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس، اهم حاجة عشان تشوفنا دايما وتشوف فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ترجمة